السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محبكم أستاذ عرفات حسين القزعة. موضوع التنسز أكثر موضوع بأرق طلاب التوجيهي في قواعد الوحدة الأولى. الطلاب كثير بتلخبطوا في موضوع التنسز. أستاذ، الكلمات الدالة متداخلة مع بعض البعض، القواعد متداخلة، شو سوى الأستاذ عرفات؟ سوى لكم سحر اسمه سحر التنسز. كيف يعني؟ تدرس كل التنسز بدون ما تتلخبط وتحل أي سؤال في الكوكب وأي سؤال بتجيبه الوزارة بدون أدنى صعوبة. طب شو رأيكم نبلش وعلى بركة الله نحكي يا رب. الآن القاعدة الأولى شو بتحكي؟ إذا كان معطيني بالسؤال باي باي فور، شو معطيني بالسؤال باي باي فور؟ هاي باي معها زمن مستقبل مثل تومورو، ومستقبل مثل كلمة نيكست، وتاريخ مستقبل مثل 2060، أو باي ذا تايم فيرب 1، وباي معناها بحلول، أو فور مع وقت. إذا أعطاني واحدة من هدول الثلاث الحل شو بكون؟ بكون الحل will have verb 3. will have verb 3 يعني مستقبل تام، future perfect. النفي من will will not، والverb 3 منتظم وغير منتظم، will معناها سوف. قاعدة رقم 2، إذا أعطاني حركات عرفات، أربع حركات، at ساعة، this time، between، وجزء من اليوم، وإن رقم وقت أسمع كلمة time. حركات عرفات، at ساعة، this time، وبتوين، وجزء من اليوم، هدول معهم مستقبل، والحركة الأخيرة إن رقم وقت أس تايم. إذا أعطاني هاي الأشياء ومعهم زمن مستقبل الحل شو بكون يا أستاذ عرفات؟ بكون فيوتشر كونتينوس، يعني ويل مع بي مع اي ان جي. تمام تمام. في عندنا ملاحظة، شو بتحكي الملاحظة؟ إذا كان معطيني بالجملة will be ing، شو معطيني؟ will be ing، بكون الحل will have verb 3. شو الحل؟ will have verb 3. طيب تمام. بعديها إذا كان معطيني كلمة tomorrow، شو يعني tomorrow؟ غدا. كلمة مقبل next، قريبا soon، مستقبل future، after مع وقت زي after a week، وتاريخ مستقبل مثل 2030، والبيبيات برو با بل، ثلاث بيبيات، perhaps بيبيتين، maybe بيبي واحدة، وهوب بيبي واحدة، وthink. إذا أعطاني هاي الأشياء معناته شو الحل؟ الحل بده يكون will مع verb 1. وتذكروا أنه الويل تستخدم إشي بدون تخطيط وبدون دليل، وقرار مفاجئ بالمستقبل، وغالبا بكون جملة واحدة، عشان ميزها عن القاعدة اللي بعديها اللي اسمها نفس الكلمات اللي بتخدم future، نفس الكلمات اللي فوق next، soon، tomorrow، after مع وقت، وتاريخ مستقبل، وكلمات بتدل على التخطيط او الاعداد intend، plan، جدول، arrange يرتب. اذا اعطاني واحده من هاي الكلمات شو الحل؟ الحل be going to. شو بقصد بالبي؟ am، is، are مع going to verb 1. شو بيسوي بالوزاره؟ أول شيء نتذكر الأم للآي والإز للمفرد والآر لمين للجمع. بيجيب لي going to بدون أم إز آر، بقول له غلط. بيجيب لي مع going to was where، بقول له غلط. شو كيف نفرق بين هاي وهاي؟ هاي البي going to بتكون مع تخطيط ومع دليل، وغالبا بكون فيها كم جملة؟ جملتين. طيب ماشي يا أستاذ عرفات، إذا أعطاني كلمة yesterday معناها امبارح، وأعطاني كلمة last معناها ماضي، وأجو ماضي، وباست ماضي، وذات تايم ذلك الوقت ماضي، وذس لذا ماضي، وبيفور مع وقت ماضي، وعام 2000 ماضي. إذا أعطاني هاي الكلمات مجتمعة الحل شو بدي يكون يا أستاذ عرفات؟ verb 2، التصريف الثاني للفعل، والتصريف الثاني للفعل ممكن يكون منتظم إيدي أو مش منتظم. شو النفي منها؟ didn't مع verb 1، والسؤال did مع verb 1، ولو أعطاني بي بتصير was where، was للمفرد، والwhere لمين؟ للجمع. طيب تمام يا أستاذ عرفات،
هلا هذا اعطاني ثلاث كلمات، شو هم؟ while و as و when. حكينا كيف نحفظهم. while معناها بينما، و as بينما، و when عندما. كيف نحفظهم؟ كيف حطكم منهم؟ حفظكم منهم بهذه الطريقة. حكينا انه while فيها i، شو بتاخد؟ ing. ما بستخدم الاي، ما بستخدم الاي ان جي الا اذا كان قبلها بي. شو الماضي من بي؟ واز و وير. او فيرب تو. شو بقصد بالاو؟ يعني اذا كان معطيني هدول الكلمات الثلاث والجمله فيها واز و وير اي ان جي، واز و وير اي ان جي موجوده، شو الحال؟ فيرب تو. طب اذا واز و وير اي ان جي مش موجوده، الحال واز و وير اي ان جي. طيب هلا اذا اعطاني حركات عرفات، راح تقول لي شو حركات عرفات؟ بقول لك هيهم أتساعد استايم بتوين وجزء من اليوم. بتقول لي استاذ عرفات انت علمتنا انه حركات عرفات دائما شو بتاخذ؟ اي ان جي. دائما حركات عرفات شو بتاخذ؟ اي ان جي. طب اذا اي ان جي وفي زمن مستقبل او زمن ماضي، اذا في مستقبل الحل بكون ويل بي، واذا في ماضي الحل شو بكون؟ واز وير. خلصت خلصت. طيب اذا الكلمه الداله الاولى افتر والثانيه از سون از، بعدين اعطاني ثلاث كلمات فيهم حرف البي، متذكرينهم؟ because before by the time. اذا اعطاني هذول الكلمات متذكرينهم كيف حكينا؟ حكينا after فيها حرف ايش؟ الـ A. بتاخذ قاعده فيها حرف الـ A، شو هي؟ had verb 3 او verb 2. شو يعني او؟ يعني اذا اعطاني هذول الكلمات والجمله فيها had verb 3، شو الحل؟ verb 2. طب اذا الهاد verb 3 مش موجوده، معناته الحل had verb 3. طيب يا استاذ عرفات إذا أعطاني باي، والأستاذ عرفات علمنا إنه الباي دائما معها شو؟ فيرب 3، فيرب 3. هاي الباي إذا كان معها مستقبل، شو معها؟ مستقبل أو معها ماضي. تمام. إذا معها مستقبل الحل ويل هاف. طب إذا معها ماضي الحل إيش؟ هاد. وتذكروا إنه أحيانا باي ذا تايم معها فيرب 1 تدل على المستقبل، وباي ذا تايم معها فيرب 2 بتدل على مين؟ على الماضي. تمام؟ تحكي لي تمام. قاعدة رقم 10. إذا أعطاني شو هاي الكلمة؟ all. قل لي all وكان معها زمن ماضي او ليس ماضي. راح تقول لي استاذ عرفات شو يعني all مع زمن ماضي؟ يعني كلمة all yesterday، all last. الاستاذ عرفات علمنا all مع ماضي الحل had been ing، سهلة. طب ليس ماضي have او has مع been مع ing. تمام يا استاذ عرفات؟ بقول لك تمام يا قلبي. الان بعطيني verb 1 بالجملة، أحيانا في جمل بتعتمد على الكلمة الدالة، بكون فيها الدليل الفعل، زمن الفعل verb 1، وأحيانا شو بكون فيه؟ verb 2. إذا كان جملة فيها verb 1 بكون الحل have أو has مع been مع ing. طب إذا كان معها verb 2 شو الحل؟ had been ing. جميل. بسم الله. شان الآن now ما يزال still، هذا مع وقت this، هذه مع وقت these، اليوم today، الليلة tonight، في هذه اللحظة at the moment، حاليا at present، و at the time being. شوف اللي هاي. إذا أعطاني جملة أمر، راح تقول لي أستاذ عرفات أنا زلمي شاطر بالإنجليزي، بعرف شو يعني جملة الأمر. جملة الأمر هي الجملة بتبلش بفيرب 1 بعديها علامة تعجب. أو أعطاني أمر منفي بحالة النفي، أمر منفي، كيف أنفي الأمر النفي أو الأمر المنفي؟ دونت مع فيرب 1 بعديها علامة تعجب. إذا أعطاني واحدة من هدول معناته مضارع مستمر، معناته أم إز مع آر زائد فيرب 1 مع أي إن جي. الأم للآي والإز للمفرد والآر للجمع، كيف ننفيهم؟ أم نات إز نات آر نات. طيب تمام. اللي بعديها اكتبوا علي هون، أعطاني اسم جمع مع كلمة أولويز، مفرد مع كلمة أولويز، وأعطاني أولويز قبلها فراغ وبعديها فراغ. إذا جمع مع أولويز معناته مضارع بسيط الحل فيرب 1، مفرد مع always معناته مضارع بسيط verb 1 مع us. always قبلها فراغ وقبليها بعديها فراغ الحل am is are مع ing، وهي الحالة تستخدم للcriticism الانتقاد. تمام؟ تحكي لي تمام. بسم الله. أنا بحكي الكلمة الأولى وأنتوا الثانية. يلا. ever never already just lately recently lately recently
eventually وfinally. وكلمات سميناهم 7 up, up to now, up to present, وانتل, والغنية so, so far, several, وat last, ويت, واحيانا since before. إذا أعطاني واحدة من هدول الحل بكون have أو has مع verb 3. الهاف للجمع والآي والهاز للمفرد كيف تنفيهم؟ haven't و hasn't. طيب هلأ إذا أعطاني كلمة دالة غير موجودة هدول, يعني أعطاني جملة فيش فيها ولا واحدة من هدول, بتكون الجملة مضارع بسيط, يعني كلماته الدالة always or usually or sometimes و hardly و never و ever sorry و never و scarcely و every week و every day و weekly و daily و once و twice مع وقت. هل ضروري انك تحفظهم؟ لا. اذا اعطاني كلمة دالة مش موجودة هذا الكلام, بتكون هذا التصرف عبارة عن روتين او عادة او جدول مواعيد او حقيقة. اذا اعطاني زي هيك بقول له تعال, هل لدينا الفاعل جمع ولا مفرد؟ قال لي انا جمع, شو بنعطيه verb 1 والنفي منه don't مع verb 1 والverb to be are. إذا كان مفرد verb 1 مع us أو verb 1 مع es و ies, وإذا كان حالة النفي doesn't مع verb 1 والمفرد is. هاي الطريقة أتوقع هيك أنت بتضمن حالات التنسز 100% تقريبا. أنت بهاي الصورة بتغطي 90% من أسئلة التنسز. هلأ في بعض المدرسين بيفرضوا عضلات, ممكن جملة تعتمد على المعنى, ممكن إذا الجملة تعتمد على المعنى بيكون هذول ممكن يساعدوك كحل, لكن انت يفترض تتطلع على زمن الجملة بشكل عام وتحدد هل هذا الزمن في مستقبل ولا في ماضي ولا في مضارع. ربنا يوفقكم وجود لك. السلام عليكم. الان هسه بموضوع التنسز, انت يفترض انه صار وضعك 100% عشان تأكد اجابتك بالتنسز. بدك تتطلع على الفاعل مفرد هي وشي وات, سميناهم هشت او زي كلمة دكتور, كيف عرفنا مفرد بدون اس؟ اذا مفرد شو باخد؟ باخد از, باخد واز, باخد داز, باخذ هاز, باخذ فيرب 1 مع اس. تمام, تحكي لي تمام. اذا كان جمع يو وي وذي, او اذا كلمه دكتورز, كيف عرفت انه كلمه دكتورز جمع فيها اس؟ الجمع شو باخذ؟ ار, باخذ وير, باخذ دو, باخذ هاف, باخذ ايش؟ فيرب 1. طيب هسه الاي, في كلمات جمع طبعا زي كلمه children جمع, people جمع, من جمع, ومن جمع. الاي بتاخذ ام, بتاخذ واز, بتاخذ دو, بتاخذ هاف, تأخذ ايش؟ verb 1. اذا الجملة فيها دليل مستقبل مثل كلمة tomorrow غدا, ودلائل المستقبل next و soon وقريبا و2032 او 23, معناته الجملة شو لازم يكون فيها؟ خلاص شوفت مستقبل معناته الحل فيها will. اذا الجملة فيها ماضي يعني زي yesterday, last, ago, تاريخ ماضي, معناته الحل بده يكون verb 2 او did او had او could أو was أو where. إذا الجملة مضارع هتقول لي أستاذ كيف بدي أميز الجملة مضارع؟ بقول لك ليس ماضي يعني ما فيش فيها هدول, وليس مستقبل. إذا الجملة هيك معناته الحل بده يكون am أو is أو are أو do أو does أو have أو has أو verb 1 أو verb 1 مع us. طيب الديد لكل شيء بتاخذ, تفرقش مفرد ولا جمع. الفيرب 2 تفرقش مفرد ولا جمع. الهاد تفرقش مفرد ولا جمع. الاي ان جي ما بتفرقش معها مفرد ولا جمع. خلينا نطبق. طلع علي ذا سكولز فراغ ان عمان لاست يير, هاي شو مالها جمع؟ كيف عرفت انها جمع فيها اس؟ معناته الاس غلط والواز غلط والباقي صح. شو عندي هون؟ لاست, لاست بتاخذ ماضي, معناته شو الحل؟ وير كلوزد. خلص فورا شو السبب؟ السرعه. مفرد جمع ماضي ليس ماضي مستقبل. بطلع الجمله ذا وركرز وير تايرد ذي فراغ. تمام, هاي شو مالها؟ جمع. الجمع معناته الهاز غلط, الويل غلط لانها الويل بدها مستقبل فيش مستقبل. شو معطيني هون؟ وير. الوير شو مالها؟ ماضي. مدام ماضي الحل رقم 2 او رقم 3. شو عندنا هون؟ هدول بزبطش مضارع. هاد بين اي ان جي وهاد بين اي دي, احنا شو قاعدتنا؟ هاد بين مع اي ان جي, فالحل هيك. تمام, ربنا يوفقكم وجود لك.